وكل من له عقل رشيد يعلم أن الآخرة خير من الأولى، فإن الدنيا زائلة، فإن الدنيا زائلة، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا المعنى الأصيل يدفع المسلم إلى أن يحسن إيمانه، ويصلح أعماله، ويهذب سريرته، ويستثمر أوقاته. ولسوف يعطيك ربك فترضى. تتلى هذه الآية على مر العصور والأزمان، تتشنف بها الآذان، وترتجف لها القلوب، وتحكي مكانة المعطى وما قامه عند المعطي، وهي في ذاتها بمعناها ومدلولها عطاء. ويا له من عطاء، من معط لا يخلف وعده، ولا فضل بعد عطائه، ولا أمد لثوابه، ولا حد لنعيمه. أعطاه الله في الدنيا مكانا عليا فوق السماوات العلا، جاوز به الأنبياء، ختم به رسالاته، جعل أمته أفضل الأمم، والكتاب المنزل إليه أفضل الكتب، شرعه خير الشرائع، شرف أصحابه، شرف أزواجه، وآتاه من الفضل ما لا يمكن أن يحاط به. وقال له سبحانه: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. أعطاه الشفاعة في أهل الموقف حتى يقضي بينهم، والشفاعة في أهل الجنة حتى يدخلوها. والرضا عباد الله عطاء الله لمن أقبل على الله فأحبه الله، ومن أحبه الله أدناه وقربه وسيرضيه.